هذه جزء من الفوضى بإدارة الدولة، بمعنى أنه إحنا إذا نحسب مثلا الآن نأخذ يعني أقرب التقارير تقول أنه نسبة الخصوبة بالعراق نزلت من تقريبا 2.9 إلى 2.5، بمعنى أنه الآن التعداد السكاني ده يزيد بمعدل 1.1 أو 1.1 مليون شخص، بمعنى أنه سنويا إذا نحسب بهذه الأعداد بالعمر تقريبا أكثر من 700,000 وظيفة المفروض توفر الحكومة للباحثين عن عمل اللي دخلوا سن الأعمار، يضاف لهم تقريبا 300,000 من الطلبة الخريجين الجامعات، وإحنا بدنا نوفر هذا الموضوع. فلهذا ذكرنا أنه الكارثة، المسائل اللي ذكرتها جنابك أنه تحليل السكن أو تحليل النسل، هذه المسألة اجتماعيا بالدول الشرق الأوسط يعني تكون بها حساسية اجتماعية. الصين أخذت هذا الاتجاه. لا ليش الصين؟ لا حتى العراق هسه، حتى لو يقولون هسه بعثي صدام يقولون عليه، واحد من أرقى برامج تحديد النسل بالعراق كان بالثمانينات والعراق كان بحرب، واحد من أرقى برامج تحديد النسل بالعالم مو بس بالشرق الأوسط ونجاح، وكل مرة كان عندها دفتر وعندها طبيبة تراجعها بالمستشفى الصحي مالتها بالمنطقة. الرقابة الصحية شيء وتحديد النسل شيء ثاني. تحديد بمعنى أنه تفرض على العائلة إيش قد عدد الأفراد. صح، تحديد نسل لا طبيبة النسائية تمنحها من أنه بمرحلة مراحل بفحص أنه ممكن تأخذ الأعمار الكبيرة وهذه الأشياء اللي تقيس بها. هذا الموضوع الآن أوتوماتيكيا صار بالعراق. شون؟ أنه انخفض نسبة الخصوبة من 2.9 3 إلى 2.2 بتأثير أنه الوضع الاجتماعي، الوضع المعيشي بالبلد، وأيضا الوضع الاقتصادي، فأصبحنا أمام هذه المشكلة. المشكلة العكسية اللي إجتني بس بشكل مدروس أستاذ علي. لا طبعا هذه بشكل مدروس هذي. يعني شوف أكو مثلا عوائل، العوائل اللي وعيها أقل، تعليمها أقل، حتى مستواها المعيشي ماديا أقل، تلقاها تخلف 6 و7 و8 و9 و10، وأكو ناس تخلف 1 و2. لا هاي صح ولا هاي صح، هذا اللي داري أفرضه بملامح غير مدروسة ما محسوبة من الدولة. الملامح تقول أنه الآن بدأت الانشطارات والبيوت وأصبحت أصغر من قبل، فصار عدد الاستيعاب شوية أقل، هناك هجرة من الريف إلى المدينة. لكن بنفس الوقت صارت عندي مشكلة أنه البعض قام يمتهن عنوان الفقير حتى يروح للرعاية الاجتماعية ويزيد عدد أفراد عائلته. هذه كارثة كبيرة غير محسوب حسابها.